هل تذكرت الله؟ هل حافظت على أذكار الصباح والمساء؟ يعني الإنسان يذكر الله في كل وقت وحين، يعني أنت لا تغفل عن ذكر الله، لا تقول في وقت ذكر الله، لكن هناك أوقات يستحب الإنسان أنه يفرغ من وقته ويذكر في الصباح في المساء قبل طلوع الشمس قبل غروبها، لكن هو مستفيد في ذكر الله. يدخل المسجد يذكر الله، يركب السيارة يذكر الله، يدخل بيته يذكر الله، يلبس الثوب يذكر الله، يلبس النعم يذكر الله، يسير في عمله يذكر الله، يسافر يذكر أذكار السفر، ينزل يذكر أذكار النزول، يصل الأرحام يذكر الله، يجلس مجالس الذكر يذكر الله، وصاحبة الصالحين يذكر الله، كله في ذكر الله، هو مستقيم في ذكر الله. لكن يحافظ على أذكار الصباح والمساء. كم من الناس اللي يلغوا أوقات من يومهم في ذكر الله في أذكار الصباح والمساء. نحن زاهدين زهد عجيب. وبعدين الإنسان لما يموت يندم. مع الله